السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زراعة محصول الكرنب. محصول الكرنب يا جماعة بيتبع العائلة الكرنبية، وده محصول شتوي ولكن بيتزرع في أكتر من عروق. في منه أصناف مختلفة، في أصناف بتتحمل الحرارة العالية زي القاهرة هجين، وفي أصناف بتتزرع في الموسم الشتوي، يعني من بداية من نهاية شهر 8 كده وشهر 9 و10، تمام. وفي أصناف بتتزرع في بداية فصل الربيع، يعني احنا حاليا في يونيو، هو الصنف ده مزروع في مارس، يعني هو كده هو نضج خلاص، فبيتزرع في مارس. ده كرنب سلطة، دي نوع بتاع السلطات اهو، تمام. في انواع برضو بتاعة سلطات بيكون لونها احمر، ده برضو من انواع الكرنب اللي بتدخل في السلطات، بتدخل في التصدير. طبعا الناس اللي هتزرع كرنب يفضل ان هي تزرع في المواعيد بتاعتها المناسبة، اللي هي في فصل الشتاء، لان طبعا الكرنب ما بيلفش الا اذا تعرض لدرجة حرارة منخفضة. كرنب سلطة بيتحمل الحرارة العالية وبيلف في الحرارة العالية. تزرع صنف القاهرة هجين اللي بيلف برضه في الحرارة العالية، او في ناس بترش بمية ساعة او مية بتلج علشان تخليه يلف. طبعا الغيط اللي انا بصوره ده زراعة تعاقدية، وطبعا هو علشان يجازف في زراعة حاجة زي كده لو هينزلها السوق المصري مش هيعرف يبيعها، فلازم يتعاقد عليها. ولازم طبعا عشان تطلع زراعة تعاقدية لازم يكون المحصول جيد، لازم يكون خالي من الإصابات الحشرية والإصابات الفطرية والأمراض الفسيولوجية، لأن طبعا لو في أمراض فسيولوجية أو حشرية بيترفض. طبعا احنا لو فتحنا البتاعة دي من جوه، الكرنباية من جوه، لقينا فيها نقص عنصر الكالسيوم والبورون، ونقص عنصر الكالسيوم والبورون ده من ضمن العيوب الفسيولوجية اللي بتقابل محصول الكرنب، بتلاقي الثمرة متشوهة بالمنظر ده، فده بيترفض في المحطات، محطات التصدير بيرفضوه. فطبعا لازم تسمد كالسيوم وبورون وتعالج الأمراض الفسيولوجية اللي بتحصل بسبب عدم انتظام الري، بتحصل بسبب وجود مشاكل في التربة، وجود عفان جذور، عدم التسميد بالعناصر المختلفة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. طبعا دي مساحة حوالي 10 أفدنة المحطة، علشان طلع فيها نسبة بسيطة، فيها نسبة نقص عنصر الكالسيوم والبورون، وبيدي تلون بني كده في قلب الثمرة من جوه، رفضته. وطبعا كان مصير ال10 أفدنة ان هو مش عارفين يبيعوا اهوت ما شاء الله. ده لو مزروع في معاده، الفدان بياخد لحد 15,000 كرنباية، لان بيتزرع على مسافات ضيقة، على حوالي 20 سنتي بين النبات والنبات اهو، 20 سنتي، بتعمل على مصاطب، مصطبة عرضها حوالي متر او متر وربع، وبتتزرع بالشكل ده. ده لو في المعاد بتاعه اللي هو بيتسحب فيه، وكرنب الكرنب بتاع الحشي الواحدة بتتباع ب3 جنيه و4 جنيه الفدان، يعني بيوصل لو فيه 10,000 كرنباية مش 15,000، في 3 جنيه و4 جنيه، فانت بتتكلم في 30,000-40,000 جنيه، وهو عمره اساسا ما بكملش 70-80 يوم. هو محصول مربح في المواعيد بتاعته، اللي هيزرعه في مواعيد غير المواعيد بتاعت هذا المحصول ما يفضلش، لان بيبقى مجازفة من حيث درجات الحرارة، ومجازفة من حيث برضه التصدير، لازم تطلع منتج مطابق للمواصفات. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.